مسلم مات. زكريا صادق. مين زكريا فتحي؟ أنا ابني عبقري مش عايز. أنا جاي أسجل معاك بس قبل دخول المسابقة. مسابقة إيه؟ أذكى طفل في مصر. ومالي ابني أنا أبقى أذكى طفل في مصر؟ ده احنا كنا بنرضعهم فتاه. ده زكريا فتحي خميس والمسابقة في واحد سيوة. بس احنا هنسافر بالعربية دي. ماشي. بس أنا هركب قدام. مش هركب ورا أنا مع الميتين. ها. اركب ورا مع الميتين. أنت عبقري يالا. عارف يعني إيه عبقري؟ لا. الرخص بقى. انا لقيتها يا اخويا حطيتها لك فوق التلفزيون. واعمل بيها ايه انا فوق التلفزيون؟ احنا هنرجع من هنا ورقتك هتوصلك يا صفاء. يا مسيبتي انت بقيتيش تلزميني. دي قتيله. دي برضه وليه. من فضلك ما تقوليش وليه. دي انا فيمينست. مالك يا اختي؟ انا تعبانه وصفاء واخده سطول في دماغها برضه. الغزاله رايقه من الناس الحلوه السايقه يا سيدي يا جمال وماله الضغط كتير عليك. نايس جاز. هيبقى حاجه كبيره قوي زي اسم الله عليه زويل. امتحن ذكائه. اسمك ايه؟ اهو زكريا. ما شاء الله. ايه النباهه دي؟ قول لها 3 في 3 بكام؟ ب9 يوم. اسم الله ما شاء الله. ما تسمعنا حاجه يا فنان. سيكو خرابه. تقد اللي انت شايله ده يا تيتا. فتحي اجري. يلا يا فتحي. يا اختي احنا عيله بائسه. طب وهي الجائزه دي بتقبجوا فيها قد ايه؟ الجائزه دي اللي بيفوز بيها بيبقى اول متبرع لبناء نادي صيد الارانب البريه اللي نوعا ما.